صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 38 لسنه 2021 بتعيين مدير في وزاره الداخليه جاء فيه الماده الاولى يعين الرائد فهد بن عبد العزيز البن علي مديرا في وزاره الداخليه. الماده الثانيه يتولى وزير الداخلية تسكين المدير المذكور في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلاته وخبراته